شكرا جدا، ربع مليون متابع. شكرا جدا، 10,000 متابع على تيك توك، وبشكر كل الناس اللي بتدعمني وكل الناس اللي بتقدم تفاعلات في الفيديوهات. انت بقى بيتابعك 40,000 واحد على تيك توك، وشكلها بتقول كام معاك يا معلم؟ بالظبط يا اسطى، الناس كلها قالت لي مبروك النهارده وانت بتقول لي مبروك، في ايه يا عم؟ ايه الموضوع بالظبط يا جدعان؟ انت بقى عندك 100,000 متابع على تيك توك والدنيا مقلوبه عليك. الو انت يا ابني 100,000 ايه؟ شكرا جدا، ربع مليون متابع، الحمد لله وصلت ربع مليون متابع في فتره قليله جدا، اقل من 3 شهور، كله طبعا بتوفيق من عند ربنا ثم بدعمكم ليا. المناسبه ديت تعالى كده اما نبص بص على البدايه بتاعتنا في مشروع تربيه النعام، كانت عامله ازاي، كنا بنجهز المكان ازاي، وكنت بعمل ايه بالظبط. ده فيديو الاول 3 كتاكيت جبتهم اللي اتنصب عليا فيهم، وده فيديو كنت منزله على احدى القنوات بتاعتي من زمان. كنا لسه ما جبناش النعام ولكن كنا بنجهز المكان الاول، كنت مصور الفيديو ده وكنت بتكلم فيه مع الناس اللي هم مش موجودين اصلا، لان ما كانش بيتابعنا حد وقتها ولا كان حد بيتفرج عليا. الفيديو وقتها كان جايب 5 أو 6 مشاهدات، وغالبا ال5 أو 6 مشاهدات دول اصلا كنت انا اللي بخش كل شويه على الفيديو اتفرج عليه. ولكن الحمد لله دلوقتي انا وصلت ربع مليون متابع، فعايز اوجه رساله لاي حد عايز يصنع محتوى او اي حد عنده معلومه عايز يخرجها للناس ولكن هو خايف من رد فعل الناس اللي حواليه. فانا عايز اقول لك ان الناس اللي حواليك دول اصلا اول ناس هيتريقوا عليك لما تبدا المحتوى بتاعك، بعد كده لما هتتقدم شويه فيبداوا ينتقدوك، بعد كده ان شاء الله لما هتوصل فهم يبداوا ياخدوك قدوه ليهم، وما تبقاش تبخل عليهم بصوره مع النجم. استنى، ما حدش هيصدق اني شفتك، دي صوره واحده بس. بس اللي عايزك تتاكد منه واللي عايزك تواظب عليه الاستمراريه في الفيديوهات، وخليك متاكد انك في يوم من الايام هتتشاف كويس جدا. ودليل على كلامي ده الفيديو اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي بتاع البدايه بتاعتي، زي ما قلنا هو كان جايب من 5 ل6 مشاهدات، وانا اللي كنت بتفرج عليه اصلا ال5 أو 6 مشاهدات دول. لكن الحمد لله بعد سنه من نزول الفيديو ده بالظبط، فانا واقف دلوقتي قدام ربع مليون واحد بحكي لهم التجربه بتاعتي، وهنتفرج مع بعض على الفيديو بتاع البدايه. خليك دايما متاكد ان مفيش حاجه صعبه على قدره ربنا، وانك تقدر تحقق اي حاجه وفي اي وقت. ويلا بينا نتفرج على الفيديو مع بعض ونشوف انا كنت بتكلم بثقه عامله ازاي، وانا ما كانش في حد بيتفرج عليا اصلا وقتها، ولكن انا وقتها كنت مصدق نفسي جدا وكنت بخرج كل طاقتي في الحاجه اللي بعملها. علشان كده الحمد لله انا واقف قدامكم دلوقتي، ويلا بينا نتفرج مع بعض. تفتكروا كده يا جماعه احنا بنجهز لايه؟ يعني مثلا عش زي دي تعملها عندك على السطح عشان انا هكون هتربي فيها ايه مثلا؟ حاجه مفاجاه من العيار التقيل، حاجه جديده علينا خالص. وخمن كده، حذر فزر معانا، العشه دي هتكون بتاعت ايه؟ لو هتعمل عش عندك زي ده على السطح كده هتكون بتاعت ايه؟ وتعملها بالشكل ده وتفرش الكلام ده كله، يا ترى هتكون هتربي فيها ايه؟ هو ده اللغز ان شاء الله، مفاجاه من العيار التقيل، حاجه هتعجبكم. دي مكان للبياتة برضو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، متابعين قناه احمد السيد من كل مكان، ازيكم عاملين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عملنا فيديو كده مقطع قبل كده حته صغيره، وصورنا فيه العشه الصغيره ديت ايام ما كانت لوحدها، وقلنا لكم استنوا المفاجاه ان شاء الله، مجال جديد داخلين فيه، حاجه هتعوضنا عن الخسائر اللي شفناها من الحمام. الحمام على قد ما كان كده يا جماعه، على قد ما عمري والله العظيم ما كسبت منه حاجه طول عمري. يعني ايه اللي انا بصرف عليه كده من معايا؟ شويه اكل، شويه عيون سلك، شويه كده. هو انا لو ما بجيبش عيون سلك وما بجيبش شويه حاجات من دي، ممكن هو يوفي مصاريفه يعني ايه بالعافيه على قد مصاريف اكله، اكتر من كده ما كانش بيجيب معايا. ممكن هي سوء معامله مني فيه، او انا مش عارف ادير مشروع الحمام كويس. المهم ما علينا، اللي احنا نوينا بقى نغير النشاط، نوينا نغير المشروع يعني بتاعنا بالحاجه ان شاء الله. ده هيكون مشروع الحاجه اللي جايه بعد كده، انا اللي احنا بنعمله دلوقتي ده ان شاء الله هو ده المستقبل بتاعنا. ادعوا لنا بس كده بالبركه، ربنا ييسرها معانا والدنيا تمشي، وان شاء الله نشرح لكم كل حاجه وهنعرفكم ازاي تتعامل مع الحاجه ديت، وازاي كل حاجه بقى، كل حاجه كده بنعملها هنعرفها لكم ان شاء الله، ونعيشكم معانا بقى كل حاجه. وان شاء الله يبقى في فيديوهات يوميه ان شاء الله على قد ما اقدر بجانب الشغل اللي انا اعمل لكم الكلام ده. بس انا الصراحه مش هعلن عن الحاجه دي دلوقتي، انا بس بوريكم المكان، وشويه بس شويه ان شاء الله هنعلن عن الحاجه ديت. دي طبعا هو الرمل اللي احنا فرشناه، العشه الصغيره بتاعتنا اللي احنا كنا بدانا بيها. وانا مش في المشروع ده لوحدي يا جماعه، انا في المشروع ده انا وكم واحد من زملاتي كده، نبقى برضه نصور لكم معاهم ونعرفكم كل حاجه. وان شاء الله ان شاء الله مشروع جميل، بس مش منتشر عند ناس كتير، مش ناس كتير بتتجه له.
ان شاء الله هنعرفك كل حاجة عشان بس ما اقولش حاجة اكتر من كده. يلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.